قال ومساكن طيبة. مساكن طيبة، احنا الحين مساكننا طيبة ان شاء الله انها طيبة، لكن فيها يعني اوساخ، فيها وسخ المساكن، فيها دورات مياه، صحيح ولا لا؟ في احيانا مضرب شمس حر شديد، احيانا شمال هواء بارد يأتيك، هناك حين روائح كريهة، ترى أحيانا مسكن يكون ضيقا، أحيانا الجيران يكونون سيئين، يعني أحيانا السقف يخر ماي أو شيء. هذه المساكن لا تختلف، مساكن طيبة في كل شيء، ومساكن طيبة